كانت فينا واحد الحصيله مميزه وكانت ناجحه بامتياز. لهذا مع كتعرفوا هذه الاجواء ديال الكراديه كانت اللي استعرضنا البارحه، ولهذا غادي يكونوا اولا غادي نديروا واحد الفيلم مؤسساتي اللي غنعرضوا فيه كل ما قمنا به في هذه السنتين هذا، ومن بعد غادي يجي لوحات اللي غادي يكونوا فيها استعراض للواحات اللي قمنا بها دراسات في هذه السنتين، ومن بعد استعراض للعرض الاداري والمالي الاداري لهذه السنتين. غادي نبداو بعدا في المؤسساتي شريط المؤسساتي بهدف اعطائه دفعه تخول له تجاوز مختلف اوجه الخصائص وتمنحه المكانه التي يستحقها حتى يظل افضل محرك للتنميه. وقبل الاسترسال تضمني لاقاليم القنيطره سيدي قاسم وسيدي سليمان والممتد على مساحة 8805 كيلومتر مربع ب63 جماعة ترابية منها 10 مدن، ويقطن المجال ما يقارب المليونين نسمة، وهو مجال يتميز إلى جانب وظيفته الفلاحية وطرائع غطائه النباتي ووفرة موارده المائية بموقعه الجيوستراتيجي المتميز. وتسريع وتيرة الإقلاع. بعد ذلك سأستعرض بعجالة حصيلة عمل سنتين 2021 وبرنامج عمل 2022 والبرنامج التوقعي 2023. مقابل هذه المؤهلات يعاني هذا المجال من سلسلة من الاختلالات التي يتعين علينا جميعا تدبيرها وتجاوزها. استراتيجية ثانية أخرى، وكنشكركم على الحضور ديالكم في هذا اللقاء هذا.